وحقيقة ما حصل يعني الأسبوع الماضي سمعنا يعني بيانات متعددة من كل الجهات، من الرئاسي ومن الأركان ومن الداخلية ومن مجلس الدولة، كلها تستنكر عن سلامة ما قاله في إحاطته أمام مجلس الأمن. وفي الحقيقة إحاطة كانت فيها جناية بما في هذه الكلمة من معنى جناية على أهل ليبيا، لأن فيها تأليب بالمجتمع الدولي. من هم اللي في مجلس الأمن؟ يعرفهم هو. فيها روسيا بطائراتها التي تدمر في كل مكان باسم مكافحة الإرهاب، فيها أمريكا اللي هي لا تتردد في أن تضرب أي مكان باسم مكافحة الإرهاب، فيها فرنسا، فيها كذا. هو يخاطب هؤلاء هناك في مجلس الأمن بكل أريحية، ويتهم ليبيا في حكومة الوفاق بأن المقاتلين معها فيهم إرهابيون. يعني هذا الكلام ما معناه؟ هذا الكلام معناه يؤلب في هذه الدول الكبرى، يؤلبها ويدفعها لأن تضرب ليبيا وتدمرها كيفما تدمر اليمن وتدمر سوريا وغير ذلك. فكيف يسمحون له ويسكتون عنه وهو يفعل هذا الفعل ببلادنا؟ يعني ماذا بقي له من شيء لم يفعله ضد الليبيين الآمنين؟ يعني ما ترك سبيلا للنيل منهم ولقتلهم ولظلمهم وللافتراء عليهم إلا وسلكها. فهل يكفي بعد ذلك أن نقول ندين سلام ولا كذا؟ هذا والله خور، وهذا والله وهن، وهذا والله تضييع للأمة وتضييع للأمانة. هذا رجل موظف يعني خرج عن العمل اللي هو عين من أجله، يعني العمل اللي يقوم به الآن لا يتوافق ولا يتناسب مع المهمة المكلف بها. هو مكلف بالوفاق وبالمصالحة، هو الآن لم يعد رجل موافقة ولا مصالحة، بل صار رجلا معتديا يؤلب المجتمع الدولي على طرف دون طرف ويريد أن يدمره. فما موقف هذه الحكومة والوزراء الداخلية والخارجية والأركان والدولة والرئاسي؟ يعني يتعين عليهم كفاكم يعني استهزاء بهذه يعني هذا الشعب الآن الذي يعني يقهر ويذل من قبل مبعوث أممي يتمتع بخيرات ليبيا، ثم هو يؤلب الأمم عليها لتدمر ليبيا.